توكل على الله دكتورة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، حتكون اليوم المحاضرة عن الـ DNA replication. تكلمنا في المحاضرات السابقة، كان عبارة عن مقدمة في المولوكولار بيولوجي، وتعرفنا على نبذة تاريخية history، وبعدين دخلنا في النيوكليك أسيدز وخصائص الـ DNA وأنواع الجينات. كانت امبارح عن أنواع الجينات أو أنواع السيكونسز اللي موجودة في الـ DNA، واليوم حندخل مباشرة في اللي هي العمليات اللي تتم على الدي ان ايه، او العمليات اللي هي في البيولوجيا الجزيئية. حناخد اول عملية اللي هي الدي ان ايه ريبليكيشن، او ما يقصد بها باللغة العربية التضاعف الدي ان ايه، تضاعف الدي ان ايه. طبعا في البيولوجيا الجزيئية المولكولار بيولوجي في ما يسمى بالسنترال دوغما. سنترال دوغما، سنترال دوغما معناها ابجديات، الف ده أبجديات الوراثة الجزيئية أو البيولوجيا الجزيئية، تعتمد على ثلاث عمليات. العملية الأولى تسمى الريبليكيشن، الريبليكيشن اللي هي تضاعف الدي إن إيه، إن الدي إن إيه بيضاعف نفسه، وهذه اللي حناخذها الآن في المحاضرة. والعملية الثانية اللي هي ترانسكريبشن، أو ما يسمى بالاستنساخ من أحد قوالب الدي إن إيه أو أحد أشرطة الدي إن إيه، يسمى بالقالب التمبليت، حنطلع منها شريط آر إن إيه. العملية الثالثة تسمى translation، translation أو عملية الترجمة، من شريط الـ RNA أحوله إلى بروتين. تبدأ عملية الترجمة، أو من الـ RNA أطلع لغة مفهومة أو أطلع حاجة مفهومة للجسم، اللي هي البروتين، اللي هي البروتين. وهذه كل واحدة منها حتكون في محاضرة بإذن الله. طيب ناخذ أول عملية اللي هي الريبليكيشن الآن بإذن الله، تضاعف. طبعا في المحاضرة حنتعرف على definition of DNA replication، المعنى، ما معنى DNA replication أو التعريف، وال replication enzymes اللي هي الأنزيمات الداخلة في عملية ال replication، ومراحل ال replication ال DNA replication ال steps، وآخر حاجة نتطرق فقط في سلايد واحد على الميثيليشن. الميثيليشن وهي إحدى العمليات اللي تتم على ال DNA. أول حاجة ال definition، الديفينيشن ما معنى ريبليكيشن اللي هو التضاعف. الريبليكيشن معناها اني اعمل كوبينج للدي ان ايه مولكيول علشان اطلع برودكت مور دي ان ايه. اذا اعمل كوبينج للدي ان ايه مولكيول علشان اطلع برودوس او برودكت مور دي ان ايه، مور دي ان ايه. طبعا الدي ان ايه معروف، الدي ان ايه هو دبل هيليكس او دبل ستراند بهذا الشكل، دبل ستراند. حنعمل بناء لأشرطة أو سينثيسز لأشرطة نيو سترانس، لأشرطة جديدة أو ما تسمى بدويتر سترانس، دويتر سترانس أو نيو سترانس. والأشرطة القديمة تسمى بالأشرطة اللي هي الأبوية، اللي هي بارنت بارنت سترانس، أو تسمى بالأولد سترانس، الأشرطة اللي هي القديمة. طبعا لما نعمل ريبليكيشن او نعمل تضاعف لاشرطه الدي ان اي، مباشره حتتكون الروابط الهيدروجينيه بين الشريط اللي هو النيو والشريط اللي هو الشريط النيو عفوا اللي هو باللون الاحمر، والشريط الاولد اللي هو باللون الازرق، يحدث بينهما ما يسمى بالتكامل كومبلمنتري. طبعا كلا الشريطين يعتبر تمبليت، تمبليت في تضاعف الدي ان اي، كلا الشريطين يعتبر تمبليت، يعني يعتبر كقوالب الشريطين، كل منهما قالب لبناء شريط نيو أو شريط جديد. تضاعف في الدي ان اي يسمى بالسيمي كونسرفيشن، نوع التضاعف سيمي كونسرفيشن، معناته التضاعف هنا شبه محافظ، شبه محافظ. ما معنى شبه محافظ؟ أي أن أحد الأشرطة جاي من يعتبر old or parent، والشريط الآخر يعتبر deuter or new، فيكون واحد old واحد new، فهذه نسميها semi conservative أو شبه محافظ، شبه محافظ. طبعا زمان كان في نظريات، في القدم كان في نظريات، ثلاث نظريات تقريبا، بيقولوا كان الدي ان ايه انه محافظ
كونسرفيشن، يعني محافظ ان شريط الدي ان اي بعد تضعف يرجع مثل ما هو، والشريط الجديد يلتف على بعضه، يعني الاخضر هذا يلتف على بعضه والاحمر يلتف على بعضه، يعني فكانوا يعتقدوا انه كونسرفيشن، بس مع العلم وتقدم العلم وعملوا تجارب شافوا انه لا، حيكون واحد نيو من الاشرطه، واحد اولد من الاشرطه. هذه العمليه، هذه تسمى بنظام الريبليكيشن، يسمى بالسيمي كونسرفيشن او الشبه المحافظه، فيكون واحد قديم واحد ستراند نيو. طيب متى تتم هذه العملية؟ تتم قبل الانقسام الخلوي، دائما تتم قبل الانقسام الخلوي وفي الانقسام الميتوسيز أو ما يسمى الغير مباشر، في الانقسام الميتوس أو ما يسمى الغير مباشر اللي مثل الخلايا الجسدية. قبل الانقسام تتم عملية الريبليكيشن للدي ان ايه، تحديدا في المرحلة الانترفيس أو المرحلة اللي هي البينية، الانترفيس أو المرحلة البينية. طبعا في المرحلة البينية تتكون اللي هي من 3 مراحل زي ما احنا عارفين، اللي هي جروث فيس والسينثيسيس فيس، والجروث فيس اللي هو رقم واحد اللي هنا، والسينثيسيس أو البناء، وبعدين في جروث فيس رقم اثنين. في الجروث فيس رقم واحد اللي يتم فيها تجميع مخزون، علشان الخلية حتقوم بعمل عمل دقيق فيها، فتروح تجمع مخزون، مخزون طاقة، مخزون غذاء، مخزون في الجروث 1، وتنمو وتكبر في الحجم. أنا تجمع كله مرحلة التجميع أو مرحلة النمو في هذه المرحلة. في مرحلة الاس أو السينثيسيس، هنا حتحدث فيها عملية الريبليكيشن أو تضاعف الدي ان ايه، يعني الجروث 1 والجروث 2 هي تحضير، تعتبر مراحل تحضيرية. الجروث 1 تحضير للريبليكيشن، الجروث 2 تحضير كذلك للميتوسيس، الانقسام الخلوي. ملاحظين اللي مرحلة الانترفيس تحتل فترة زمنية، يعني تكون تقريبا من 80 إلى 90%، 80 إلى 90% من الوقت. لكن الانقسام الخلوي بعد ذلك يكون سهل، يكون تقريبا 20% من الوقت، 20%. مثلا في خلايا الإشيريشيا كولاي، تظل تحضر لمدة 40 دقيقة، تحضر 40 دقيقة. الانقسام الخلوي 20 دقيقة فقط، الانقسام الخلوي 20 دقيقة فقط، لكن التحضير الأولي يتم في 40 دقيقة. الجروث كذلك مرحلة تحضيرية لعملية اللي هو الانقسام الخلوي، يعني في هذه المرحلة كلها يتم اللي هو عملية الانترفيس. في مرحلة الانترفيس أو المرحلة البينية يتم اللي هو الريبليكيشن للدي ان ايه. بعد ذلك تحدث الانقسام الخلوي اللي هو الميتوسيس أو غير مباشر بمراحله، اللي هو البروفيس، الميتافيس، الانافيس، التيلوفيس. في الريبليكيشن للدي ان اي، طبعا الدي ان اي عباره عن دبل ستراند، شريطين. الشريط الاول سموه العلماء بليدنج ستراند، والشريط الثاني يسمى باللاجنج ستراند او الشريط المتلكئ. انا بجيب التسميه المصطلح والتسميه اللي هي متداوله في الكتب. الليدنج ستراند يسمى بالشريط القائد، اللاجنج ستراند يسمى بالشريط المتلكئ. متلكئ يعني بيمر بمراحل، يعني كأنه متردد أو متلكئ، بيمر بمراحل. يعني لماذا سموا هذا الليدنج ستراند وهنا اللاجنج ستراند؟ الليدنج ستراند الشريط القائد، لأن الشريط، بناء الشريط المكمل له اللي هو الدويتر، طبعا هذا الأسود هو الأولد، شريط دي إن إيه الأولد. الشريط اللي هو الجديد النيو، حيكون اتجاه البناء متفقين دائما، اتجاه البناء دائما من 5 إلى 3 دايركشن، من 5 إلى 3 دايركشن، الاتجاه من 5 إلى 3. فلما ينفرج الشريط الدبل ستراند، ينفرج هذه المنطقة تسمى الريبليكيشن فورك، هذه المنطقة اللي هي شوكة التضاعف. أول ما تبدأ ينفتح شريط الدي ان ايه الدبل ستراند، ينفتح هذا الشكل، هذا تسمى بشوكة التضاعف اللي هي replication fork.
اتجاه البناء لما يكون من 5 إلى 3 بشكل سليم بنفس اتجاه شوكة التضاعف، هذا يسمى الشريط المقابل له بالليدنج ستراند، لأنه يتم بناء الشريط المكمل له، الشريط المكمل له أو الشريط الجديد بصورة اعتيادية من 5 إلى 3 اتجاه البناء أساسا من 5 إلى 3. لكن الشريط الآخر ليش سميناه لاجينج ستراند؟ لاجينج ستراند لأنه باستمرار فتح الشريط لازم يكون اتجاه البناء الشريط الجديد من 5 إلى 3، اتجاه بناء الشريط النيو يكون من 5 إلى 3 دايركشن. فكل ما انفتح شريط الدي ان ايه، كل ما شوكة التضاعف هذه فتحت الشريط حينفتح ويبدأ يتكون جزء جديد او قطعة جديدة من الدي ان ايه من 5 إلى 3. فملاحظين تتكون بشكل قطع fragments of DNA. هذه القطع سموها العلماء، طبعا اللي مكتشفها اللي هو يسمى راجي اوكازاكي، سموها اوكازاكي fragments. فاذا هنا نستفيد انه في ال DNA في اللي هو leading strand الشريط القائد اللي هو يتم بناء المكمل له بشكل continuous او مستمر باتجاه من 5 إلى 3 طبيعي جدا مع اتجاه شوكة التضاعف. لكن اللاجينج ستراند يتم بناء الشريط المكمل له أو النيو ستراند من 5 إلى 3 كذلك، ولكن عكس اتجاه الريبليكيشن فورك أو عكس اتجاه شوكة التضاعف بهذا الشكل. وتسمى هذه الفراجمنت تسمى بالأوكازاكي، كل واحدة من 5 إلى 3 والثاني من 5 إلى 3 بهذا الشكل. طبعا في بداية كل قطعة من قطع الأوكازاكي، في بداية أي قطعة في الدي إن إيه، ما دام إني أبني قطعة جديدة من الدي إن إيه لازم في بدايتها يكون في قطعة من 10 نيوكليوتيدات من الأر إن إيه تسمى أر إن إيه برايمر، أر إن إيه برايمر تكون في الاتجاه 5 اللي هو بداية البناء. فبداية أي قطعة ببني عليها هو 5، لأن الإنزيم اللي هو دي ان اي بوليمريز المسؤول عن عملية البناء ما يعرفش يبني إلا لازم يكون في مجموعة او اتش، في مجموعه او اتش اللي هم من السكر الرايبوز الديوكسي رايبوز، فيبدا يبني عليه، مش ممكن يشتغل لوحده كذا ويجيب نيتريت ويحطها، لا لازم يكون في مجموعه او اتش جروب عشان يبدا يعمل سينثيسيس منها يبني عليها. فلازم يكون في برايمر في الجهه 5 لاي قطعه دي ان اي تبنى. فهنا حيكون في برايمر طبعا في قطعة الأوكازاكي، حيكون في كل قطعة من قطع الأوكازاكي حيكون فيها برايمر، هنا برايمر وهنا برايمر وهنا برايمر بهذا الشكل. الإنزيم طبعا المحاضرة أنا رتبتها، يعني حتى في ناس في طلبة جاءوا من عدن في طلبة ماجستير كانوا بيقولوا إحنا بنتلخبط في حكاية الإنزيمات، بينما أنت رتبتيها بهذا الشكل. أنا أخذتها من الكتب، حتى في الكتب مش مرتبة، فأنا رتبتها بالمحاضرة حتى تسهل على طلبة إذا في طلبة دراسة عليا وبحث يعني في هذا الموضوع. طيب الانزيمز اللي داخله في عمليه الريبليكيشن ممكن تكون 8 تقريبا، وصلت معي الى 7 أو 8. اول انزيم اللي يسمى دي ان اي اي بروتين، دي ان اي اي بروتين يكتب بهذا الشكل، دي ان اي دي كابيتال وبعدين ان سمول حسب ما هو في الجدول في الكتب، يعني حسب ما هو موجود في الكتب والمراجع ان سمول اي سمول اي بروتين، هذا اللي يعمل بايند تو ذا دي ان اي اي بوكس. يعني معنى هذا الكلام، هذا دبل ستراند اوف دي ان اي، دبل ستراند اوف دي ان اي، في مناطق من الدي ان اي، في مناطق من الدي ان اي ريجن من الدي ان اي تكون غنيه بقواعد الادينين ثايمين، تكون غنيه بقواعد الادينين ثايمين. فهذه العلماء سموها بوكس اللي هي خاصه في بدايه الجينات، في بدايه الجينات في مناطق تكون غنيه بالادينين ثايمين فسموها اي بوكس أور تايمين بوكس. فالإيه هذا رمز للأدينين، ليش أخذوا أدينين تايمين؟ أدينين تايمين لأن الروابط الهيدروجينية فيها روابط ضعيفة، سهل إن الدبل هيليكس أو الدبل ستراند أوف دي إن إيه إن هو يعمل اللي هو أنوايند أو انفراج من خلاله، إن فتح الشريط من خلال هذه المنطقة اللي هي ضعيفة الروابط الهيدروجينية. بينما السايت سين جوانين مناطق اللي هي البوكسز اللي فيها سايتوسين جوانين تكون الروابط فيها قوية، الإنزيمات صعب تفتح هذه المناطق، لكن المناطق اللي هي غنية في الأدينين ثايمين تكون روابط هيدروجينية ثنائية
فتعتبر ضعيفة، وبالتالي الانزيمات ممكن تقدر تفتح هذه المنطقة، تفتح منها وتعمل unwinding من هذه المنطقة. فأول بروتين يسمى DNA بروتين، اللي هو حيبدأ يمسك لي بطريقة بمنطقة الـ A boxes ويعمل عليها binds أو يعمل عليها ارتباط بهذه المنطقة، أنه حدد لي أضعف مناطق أو المناطق الضعيفة في الـ DNA. حيش الإنزيم الثاني اللي اسمه هيليكيز، اسمه هيليكيز. هذا الهيليكيز بيعمل لي تكسير للروابط الهيدروجينية، تكسير الروابط الهيدروجينية الضعيفة. إذا أول إنزيم مجرد عمل لي ارتباط بالمناطق الضعيفة في الـ DNA أو البوكسز الضعيفة في الـ DNA المحتوية على أدينين ثايمين. الإنزيم الثاني عمل unwinding أو عمل فتح لشريط الـ DNA، لشريطي الـ DNA، يعمل عملية الفتح ويكون ما يسمى بالريبليكيشن بابل، اللي هي فقاعة التضاعف. فقاعة التضاعف، أي فتح في الشريط بهذا الشكل يسمى بالبابل. بابل في الاستنساخ حنسميها كذلك ترانسكريبشن بابل، وهنا في التضاعف حنسميها ريبليكيشن بابل. الانزيم الثالث يسمى الـ SSB، هو اختصار ل سوري ما حطيت اختصار، هو اختصار ل سنجل ستراند دي ان ايه. سنجل سنجل يعني شريط مفرد، سنجل ستراند دي ان ايه، دي ان ايه سنجل ستراند دي ان ايه بيندنج بروتين، يعني بروتينات ترتبط بالأشرطة المفردة. بروتينات ترتبط بالأشرطة المفردة، وين الأشرطة المفردة؟ طبعا هيليكيز كسر اللي هو الهيدروجين بوند أو الروابط الهيدروجينية، فظهرت الفقاعة بهذا الشكل. هذه الأشرطة مفردة تعتبر، هذه الأشرطة مفردة. ليش مفردة؟ لأن ما فيهاش الآن روابط هيدروجينية، مكسرة، مكسرة الروابط الهيدروجينية. فتروح الـ SSB أو سنجل ستراند دي ان اي بيندنج بروتين ترتبط بهذه الخيوط المفردة، ترتبط بهذه الخيوط المفردة، ترتبط فيها بحيث إن هي تمنعها من عمل روابط مرة ثانية، روابط هيدروجينية من جديد. إذا تعمل prevent reforming إنه الأشرطة ترجع مرة ثانية double helix أو double strand، ترجع الروابط الهيدروجينية من جديد بينها، فتروح ترتبط بالأشرطة المفردة لمنعها من الارتباط مرة ثانية وتكوين الروابط الهيدروجينية. طبعا هذا اثناء تكوين اللي هو الريبليكيشن فورك، يعني اي انفراج في الاشرطه، هذه المنطقه هي ريبليكيشن فورك وهذه المنطقه هي ريبليكيشن كذلك فورك في اتجاهين متعاكسين بهذا الشكل، ريبليكيشن فورك من هنا وريبليكيشن فورك من الجهه الاخرى. الانزيم الثالث او الرابع، الانزيم الرابع يسمى توبو ايزوماريز. توبو ايزوماريز طبعا في نوعين، في نوع اللي هو رقم واحد وفي نوع اثنين، توبو ايزوماريز 1 وتوبو ايزوماريز 2. توبو ايزوماريز 1 او يسمى دي ان اي جايريز، يعني في بعض الكتب تسميه في البكتيريا خاصة دي ان اي جايريز. والتوبو ايزوماريز 2 ايش مهمة هذه الانزيمين؟ مهمتها ان هما يعملوا بريك ل 1 اند بوث ستراند. توبو ايزوماريز 1 بيعمل لي بريك ل1 ستراند، التوبو ايزوماريز 2 هيعمل لي بريك لبوس ستراند. الغرض من هذا البريك او التقطيع، البريك او التقطيع، انه طبعا تخيلوا معي الدي ان اي دبل ستراند وبشكل هيليكس، شكل هيليكس. فلما اجي اعمل فقاعه اللي هو الريبليكيشن بابل واستمر في الفتح، تخيلوا كانه زي الحبل، زي الحبل المشدود، حبل مشدود. فانا احاول اني افتح هذا الحبل، يتكون ضغط او التفاف شديد يسمى بالالتفاف الفائق، يسمى بالالتفاف الفائق او السوبر كويل، حيتكون من هذه المنطقه مع استمرار الفتح ويتكون من المنطقه السفليه. كل ما افتح حيكون في ضغط او زياده لف من الاعلى ومن الاسفل. فلتخفيف اللف لازم انه يحدث بريك او كت لواحد من الاشرطه، واحد من الاشرطه بهذا الشكل يعمل نيك ويلتف حول الشريط الاخر علشان يخفف من ضغط الالتفاف. اذا توبو ايزوماريز 1 يعمل لي قطع لواحد من الاشرطه، سنجل ستراند، سنجل ستراند واحد من الاشرطه اللي 1 ستراند، لانه بيحتوي على النوكليز، انزيم النوكليز
دومين هذا من الكتر، يعني هذا اللي تبقى ايزوماريز 1 حيتكون مكون من نيوكليز دومين اللي هو يعمل قطع كتر، ومتكون من اللايجيز اللي يعمل لي عملية الربط سيلر. خلاص إذا يعمل عملية قطع ولحم والتحام لايجيز. تبقى ايزوماريز 2 يعمل لي قطع لكلا الشريطين للبوس ستراند او تو ستراند في دي ان ايه. الهدف من هذه العملية كله هو تخفيف السوبر كويل او تخفيف اللي هو ضغط الالتفاف. التوبو ايزوماريز 2 حيحتوي على 2، مادام هو بيقطع حيحتوي على 2 نيوكليز دومين، يعني 2 انزيمات قطع كتر لانه بيقطع الشريطين، وحتوي على اللايجيز دومين او يعمل اللي يعمل لي عمليه اللي هو سيلر علشان انه هو يرجع يلتحم مره ثانيه ويرجع خيط مخفف فيه الضغط، تخفيف الضغط الالتفاف في الخيطين. الانزيم الخامس يسمى ار ان اي برايميز. ار ان اي برايميز طبعا هو عباره عن سبيسيفيك اوف ار ان اي بوليمريز، هو عباره عن انزيم ار ان اي بوليمريز بس نوعيه خاصه من الار ان اي بوليمريز، مهمته انه يعمل على انتاج شورت سبيس او شورت بيسز اوف ار ان اي برايمر. البرايمر هذا هو عباره عن 10 او 12 نيوكليوتيد، ممكن يمتد لاكثر يعني، بس غالبيته في الخلايا يكون عباره عن 10 او 12 نيوكليوتيد داخل الخلايا البرايمر فقط. فمهمه الار ان اي برايميز هذا الانزيم انه يكون لي اللي هو البرايمر. البرايمر باللغة العربية يسمى بالبادئ اللي أبدأ فيه البناء، اللي أبدأ فيه بناء الـ DNA. البرايمر حيكون مدام هو بواسطة الـ RNA بوليمريز، مصنع بواسطة الـ RNA بوليمريز، حتكون فيه عبارة عن خيط RNA، هو يعتبر خيط RNA فيسمى RNA برايمر، لأن فيه اليوراسيل بدلا من الثيمين. وهل يرتبط اليوراسيل بالأدينين؟ نعم، اليوراسيل طبعا مثل الثيمين بالضبط بالضبط. الفرق بين اليوراسيل والثايمين، الثايمين موجود في الدي ان اي، اليوراسيل موجود في الار ان اي. الثايمين اصلا ما نرجع للاصل، اصل الثايمين هو يوراسيل، بس ايش اللي حصل فيه؟ اضفنا مجموعه ميثايل. لما اضفنا مجموعه ميثايل علشان اني اخلي الدي ان اي بشكل ثابت واكثر استقرارا، لما اضفت مجموعه ميثايل واني اخلي الدي ان اي مقاوم للانزيمات التقطيع، يعني الادينين سبحان الخالق، الادينين هي نفسها يوراسيل، هي نفسها اساسها هو يوراسيل، ولكن فيها مجموعه ميثايل. على ليش مجموعه الميثايل؟ لما تكون موجوده مجموعه الميثايل في اي قاعده نيتروجينيه، في اي قاعده نيتروجينيه فرضا موجوده مجموعه الميثايل، هذه مجموعه الميثايل تخلي الجزيء هذا له يعني ثبات اكثر، انه يقاوم انزيمات التقطيع، يكون اكثر ثباتا مور ستابل. فهذه الخصائص موجوده في الدي ان اي. ممكن كذلك الار ان اي برايميز يسمى بالدي ان اي ديبندنت ار ان اي بوليمريز، يعني انه بيقرا الدي ان اي، ريدنج الدي ان اي، يقرا دي ان اي ويبني لي ار ان اي بوليمر، فيسمى ممكن تشوفه في الكتب باسم، خاصة اللي الطبعات القديمة من الكتب تشوفه باسم الدي ان اي، دي ان اي ديبندنت ار ان اي بوليمريز، يعني الدي ان اي يقرأ يعمل ريدنج للدي ان اي ويستخدم الار ان اي بوليمريز لبناء ار ان اي بوليمر. ار ان اي بوليمر هذه الجزيئات البرايمر. لاحظين هنا اي دي ان اي شريط جديد من الدي ان اي لازم بدايته يكون اللي هو البرايمر، والاتجاه من 5 إلى 3. طبعا هذا الليدنج ستراند اللي قلنا ليدنج ستراند لانه من 5 إلى 3 طبيعي، واللي هو البرودكت او الناتج من 5 إلى 3. وهنا الشريط بيسمى اللاجنج ستراند، لاحظوا كان في برايمر، باستمرار فتح الشريط بيتكون برايمر، وهذه القطعه اللي سميناها اوكازاكي فراجمنت. الانزيم السادس يسمى دي ان اي بوليمريز 3، دي ان اي بوليمريز 3 في البكتيريا، في الايوكاريوت يسمى دي ان اي بوليمريز دلتا، دي ان اي بوليمريز دلتا الايوكاريوت. طبعا في انزيمات
دي ان اي بوليمريز اللي هي الفا داخله، حنشوفها داخله في عمليه الريبليكيشن. لكن البيتا والجاما يعني في اربعه دي ان اي بوليمريز في الخلايا حقيقيه النواه. اللي يدخل في عمليه التضاعف هو بس الفا ودلتا، لكن البيتا البي الالفا عفوا البيتا والجاما، بيتا والجاما هذه خاصه اذا حدثت ميوتيشن او طفره تبدا تشتغل هذه الانزيمات في حاله الميوتيشن او في حاله الطفرات. فاللي داخل في الريبليكيشن هو الدي ان اي بوليمريز دلتا ان ايوكاريوتس. ونعرف من هنا ان في دي ان اي بوليمريز كذلك في البكتيريا حيكون في 1 و2 و3، اللي داخل في الريبليكيشن اللي هو 1 و3، ثلاثه انزيمات دي ان اي بوليمريز فقط في البكتيريا. هذا الانزيم ممكن نسميه كذلك دي ان اي ديبندنت دي ان اي بوليمريز، يعني اللي يقرا يعمل ريدنج للدي ان اي يقرا الدي ان اي ويبني دي ان اي بوليمر ويبني دي ان اي بوليمر. طبعا اتجاه القراءه للدي ان اي بوليمريز هذه وظائفه انه يقرا الشريط القالب، يقراه بالاتجاه من 3 إلى 5، يقرا الشريط التمبلت او الشريط القالب من 3 إلى 5 القراءة دائما. اتجاه البناء اللي هو بوليمرايزيشن حيكون بالاتجاه اللي من 5 إلى 3، احنا متعودين من 5 إلى 3 دائما. كذلك انه يعمل عملية تسمى بالبروف ريدنج، بروف ريدنج يعني انه يجلب النيوكليوتيدات من السائل النووي ويربطها مع بعض، وبعدين يرجع لورا يشوف اخر نيوكليوتيدة هو عملها يتأكد من صحتها. البروف ريدنج معناها التصحيح، يعني إذا شاف مس ماتش نيوكليوتيد أو عدم تطابق نيوكليوتيد مثلا، المفروض هنا في الشريط الأول فرضا أدينين فيكون مرتبط معها ثايمين، المفروض إذا فرضا جوانين اللي ارتبط فهو يرجع إلى الوراء ويشوف إيش آخر نيوكليوتيد هو حطها، يتأكد عملية تعقب وتأكد. فالدي إن إيه بوليمريز ثلاثة أو الدي إن إيه بوليمريز بشكل عام له جزء بنائي يعمل سينثيسيس أو بوليمرايزيشن، وجزء اللي هو وظيفي فانكشن وظيفي إنه يرجع للخلف ويتعقب هو هل صح أو خطأ، يتأكد النيوكليوتيد اللي حطها صح أو خطأ. اتجاهه دائما في الاتجاه من 5 إلى 3 دائما، اتجاهه اللي البناء سينثيسيس من 5 إلى 3، لكن التعقب علشان يشوف آخر النيوكليوتيد حيكون بالاتجاه طبعا من 3 إلى 5، لأنه بيشوف للوراء من 3 إلى 5 فيشوف لأنه للوراء الباك. وإذا في حيعمل كتر في الجزء الوظيفي لما يتعقب بيعمل بعدين قطع إذا في نيوكليوتيد خاطئة يعمل لها كتر واستبدال بالنيوكليوتيد الصحيحة. كذلك الدي ان اي بوليمريز 3 مش ممكن يشتغل الا على مجموعه او اتش جروب، عشان كذا لازم يكون في برايمر او بادئ. هذا البادئ هو عباره عن قلنا عن 10 نيوكليوتيدات من الار ان اي، اخر نيوكليوتيد حتكون حاويه على الريبوز، سكر الريبوز وفي مجموعه الاو اتش، يشوف مجموعه الاو اتش في السكر ويبدا يبني عليها اللي هي روابط فوسفو دي استر بانس، تكوين اللي هي الخيط الجديد، نيوكليوتيدات للخيط الجديد ويربطها مع بعض. اذا هو يحتاج الى او اتش جروب تو ورك. الانزيم اللي هو السابع يسمى دي ان اي بوليمريز 1 في البكتيريا، في الحقيقه النواه يسمى دي ان اي بوليمريز الفا ان ايوكاريوت. طبعا هذا نفس السابق، القراءة دائما من 3 إلى 5، يعمل ريدينج ويعمل البوليمريز أو يعمل اللي هو البناء دائما في الاتجاه من 5 إلى 3. بس المهمة الأساسية يعني هذا الإنزيم أنا أحسه إنزيم ملكي، يعني يحتوي على عدة خصائص أكثر من دي إن إيه بوليمريز 3. ليش نشوف إنه أو الخاصية الثالثة إنه بيعمل ريموف للآر إن إيه برايمر، يشيل الار ان اي برايمر لانها كانت عباره عن ار ان اي فيشيلها ويستبدلها ب دي ان اي، يعني بدل اليوراسيل حتكون موجوده اللي هي اسايمين، فحيعمل ريموف للار ان اي برايمر ويعمل في الدجاب يعني في جزء منه، جزء اللي هو يملا اللي هي الفجوات اللي هي موجوده بالنيوكليوتيدات، الجاب هذه اللي متكونه بين القطع، قطع الاوكازاكي فراجمنت
فبينها موجود اللي هو الجابة، جابة فراغة، هذا الفراغ يملأه بنيكريت داتسون. نيكريت داتسون كذلك يعمل البروف ريدنج أو عملية التصحيح. هنا البروف ريدنج للدي ان اي بوليمريز 1 حيحتوي على تو كتر، تو كتر يعني هو ممكن انه هو يبني ويتعقب بالاتجاهين 3 الى 5 والاتجاه 5 الى 3، يعني يقرا كانه في له اتجاهين بيقرا فيها، عكس الدي ان اي بوليمريز اللي هو 3 الاول يرجع على الخلف اللي هو اخر نيكلوتيد، هو بيمشي من 5 الى 3 ويرجع يشوف بعدين من 3 الى 5 اخر نيكلوتيد هل صحيحه ولا غلطه ويصلحها. لكن هنا الدي ان اي بوليمريز 1 اللي هو بيشتغل في الجهتين من 3 الى 5 ومن 5 الى 3، وشغل في الاطراف هذا يسمى الانزيم اكس نيكليز، يعني دي ان اي بوليمريز 1 او دي ان اي بوليمريز 3 هي عباره عن كلها اكس نيكليز، اكس نيكليز يعني بتشتغل انزيمات تشتغل على الاطراف، على الاطراف وتبني، على الاطراف وتبني. الانزيمات اللي تشتغل حنعرفها في المحاضرات اللي هي متقدمه، في انزيمات تشتغل على وسط الخيط، لما تجي تشتغل لك على مثلا قاعده او نيوكليتيد، نيوكليتايد او نيتروجين سبيس، يعني خطا في وسط الخيط، فتجي انزيمات تشتغل عليها، فهذه تسمى اندونيوكليز، اندونيوكليز لانها بتشتغل في داخل الخيط، في داخل الستراند اوف دي ان اي تسمى اندونيوكليز. لكن اللي بتشتغل على الاطراف واللي هي انزيمات بناء بهذا الشكل تشتغل على الاطراف فتسمى اكسونيوكليز. فدي ان اي بوليمريز 1 ودي ان اي بوليمريز 3 كلها اكسونيوكليز. اذا هذه لها عده وظائف تقوم بها، هذا الانزيم الدي ان اي بوليمريز 1. اخر انزيم اللي هو يسمى بدي ان اي لايجيز، انزيم الربط، انزيم الربط اللي هو يعمل لايجيشن، لايجيشن اهم القطع هي الاوكازاكي، لازم اعمل لها عمليه ربط، فيجي الدي ان اي لايجيز اللي هي يعمل لي عمليه ربط، ربط عمليه ربط عشان انه يغلق هذه او يعمل غلق للجابس الموجوده او الفجوات الموجوده بين نيوكليتيدا والنيوكليتيدا الاخرى، فيعمل لي لايجيشن للاوكازاكي فراجمنت علشان في النهايه يكون كونتينيوس لكلا الشريطين، الشريطين مستمره لكلا الشريطين، فيكون دبل ستراند متكامل، متكامل ومش ما فيش فيه قطع اوكازاكي. طيب بالنسبه للستيبس، اول مرحله من مراحل الريبليكيشن للدي ان اي تسمى انيشيشن او مرحله البدء. مرحله البدء مرتبطه بالريبليكيشن فورك، تكوين اللي هو شوكه التضاعف، حيدخل فيها الانزيمات اللي هي الدي ان اي بروتين والاس اس بي اللي هو سنجل ستراند دي ان اي بندنج بروتين اللي هي تربط لي الاشرطه المفرده علشان ترتبط بالاشرطه المفرده علشان تعمل بريفنت ان هي ترجع دبل ستراند مره ثانيه من اول وجديد، والهليكيز اللي يعمل لي تكسير للروابط الهيدروجينيه، والبرايميز اللي يكون لي اللي هي القطع البادئه، البادئه ار ان اي برايميز. الخطوه الثانيه والمرحله الثانيه تسمى بوليمرايزيشن، بوليمرايزيشن طبعا البوليمرايزيشن بدءا من بدء من بدء اول نيوكليتيدا بعد البرايمر، تشبك بالبرايمر اول نيوكليتيدا وبعد البرايمر خلاص، هذه العمليه تسمى بوليمرايزيشن اللي هي مرحله البوليمرايزيشن او مرحله السنتسيس للدي ان اي اللي هو مرحله البناء. طبعا في البكتيريا قلنا انه دي ان اي بوليمريز 3، في الايوكاريوتس هو عباره عن دي ان اي بوليمريز دلتا، دلتا. المرحله اللي بعدها البروف ريدنج، البروف ريدنج في بعض الكتب ما تعتبرهاش مرحله لانها من وظائف الدي ان اي بوليمريز، دي ان اي بوليمريز من وظائفها البروف ريدنج او التعقب او اصلاح الخطا، في بعض الكتب بتحطها كبروف ريدنج اللي هي عمليه بروف ريدنج اللي هي بتكون بواسطه اللي هي بدي ان اي بوليمريز 3 اللي يتعقب فقط اخر قاعده، او دي ان اي بوليمريز 1 اللي قلنا ممكن يشتغل في الاتجاهين من 3 الى 5 من 5 الى 3 ويشوف اي خطا ويعمله تصحيح. اخر مرحله اللي هي اللايجيشن للدي ان اي بواسطه الدي ان اي لايجيز ربط الاشرطه وتكوين اشرطه جديده، وتكوين اشرطه جديده. طبعا هو في عندنا الان هذا هو الريبليكيشن، ان شاء الله فهمتوا ان شاء الله سهل. في عندنا فيديو، فيديو نشوفه مع بعض حيوضح لي، هو فيديو قصير.
هو فيديو قصير بس حيوضح بشكل سريع. طبعا هذا هو شريط الدي ان ايه، دبل هيليكس سلاش الدي ان ايه دبل ستراند، وهذا اول انزيم هو الهيليكيز اللي يعمل تكسير للروابط الهيدروجينية. هنا هذه اللي هي الكرات اللي هي اللي لونها اورنج، اللي هي اس اس بي او سنجل ستراند دي ان اي بندنج بروتين، اللي ترتبط لي بالاشرطه المفرده. طبعا هذا النيو ستراند للدي ان اي، نيو ستراند للدي ان اي، وهذا الانزيم اللي هو يسمى طبعا الاتجاه من 5 من 5 ل 3 انت دايركشن. الانزيم اللي بيشتغل الان دي ان اي بوليمريز 3 هذا في البكتيريا. طبعا الليدنج ستراند قول احنا قلنا ان الشريط المكمل له يكون بشكل مستمر، ليش؟ لانه بنفس اتجاه شوكة التضاعف او نفس الاتجاه الصحيح 5 to 3 direction. إذا المفهوم إذا هنا برايمر، حيتكون برايمر باستمرار فتح الريبليكيشن فورك، استمرار فتح الأشرطة حيتكون اللي هو البرايمر، برايمر وقطع أوكازاكي فراجمنت. لاحظين اتجاه البناء دائما من 5 إلى 3، لاحظين عكس اتجاه الفتح أو عكس اتجاه الريبليكيشن فورك. دي ان اي بوليمريز 1 اللي بيعمل استبدال لل ار ان اي برايمر ويبدله ب دي ان اي. طيب في أي سر انتهت المحاضرة للـ DNA replication case سر، ونبدأ بالمحاضرة الثانية إن شاء الله. إذا تحبي نفتح باب الأسئلة بنفتح يا دكتورة، بس إذا بتكملي كملي ونخلي باب الأسئلة في الآخر. نفتح الآن؟ نفتح الأسئلة أو نبدأ عادي نفتح الأسئلة وبعدين نبدأ بالمحاضرة الثانية، لأن ترانسكريبشن حتكون. تمام تمام دكتورة. اللي عنده سؤال يا جماعة يفتح المايك ويسأل، يتوكل على الله. السلام عليكم. دكتور يعطيك دكتور أحمد خلص، خلي زميلي يسأل، مش مشكلة بسأل بعدين. لا توكل على الله، توكل على الله. دكتور هسه هو السؤال بصراحة مش ضمن المحاضرة كثير، لكنه سؤال شاغل بالي بصراحة من أيام الدراسة. إن شاء الله التيلومير، التيلومير مش بيكون موجود في نهاية كل كروموسوم؟ بس عند مرضى السرطان أو في الأورام بشكل عام التيلومير ما بينتهي، فما بتشيخ الخلية فبيحصل ورم. فهسه من المعقول إنه جميع العلماء في العالم مش قادرين يوصلوا لفكرة إنه أو لدواء أو لعلاج إنه يساعد على إنهاء هذا التيلومير فينتهي الورم؟ قصدك انه في الكانسر يكون يحافظ على طوله التلمير صح؟ ما بيقصرش. بالضبط. فانه هل ايوه يوجد
إنتاج ينتجوا إشي مش قادرين، ايوه مش قادرين. التلومير أو عادل أبدا. التلومير اصلا للان لسه شغالين عليها، شغالين عليها. في التلومير حاجه اسمها زي التكرارات اللي هي البديله، بتدخل في موضوع في التلومير نفسه. فلسه التلومير موضوع يعني محير العلماء الى الان، يعني عرفوا عليه بعض الصفات لسه بعض مش عارفين يعني يجيبوا لها حل، فلسه شغالين عليه الابحاث على التلومير. اوكي، شكرا لك دكتور. العفو. بس داخل دكتور عشان الله يعطيك العافيه، بالنسبه للتيلومير اذا عملوا، هو طبعا يعني يشتغلوا على انهم يعملوا انتي ايجينج عشان ما يقصر، عشان يضل يعني فتره طويله وما يظهر اللي هو عوامل الشيخوخه على البشر، خلينا نحكي. تمام. فاصلا لما بدهم يعملوا انتي ايجينج، يعني بدهم يخلوه ما يضل يقصر، هون بصير الكانسر. عشان هيك ما قدروا يعملوا انتي ايجينج، وهي حكمه من ربنا انه الانسان مثلا يشيخ على عمر معين. انت ما بتقدر تلعب في الشغله عشان ما تخليه يشيخ او ما تخليه يكبر. تمام. ليش؟ لانه اذا حاولت انك تخليه او تعمل انتي ايجينج راح يصيبه كانسر. ايوه، يعني هو مش موجود في الكانسر. انا اصلا اول مره بسمع انه الكانسر يكون طويل، ولا هذا بفعل فاعل؟ صح انت قصدك كذا، ان بفعل البشر حصل الكانسر بفعل البشر لانهم تدخلوا في موضوع التيلومير، بدهم يطولوا يظل بطوله طبيعي عشان يعملوا انتي ايجينج، يعني انه ما يصير يكبر الانسان. فلما عملوا هاي الحركه صار الكانسر. اعتقد يا محمد، منهم اعتقد انجلينا جولي لما عملت عمليه هاي بعدين اصابها بريست كانسر، اعتقد، ولا انا غلطان؟ اتوقع ممكن، انا ما قراتهاش بس بتوقع ممكن انه تصير هاي الشغله. بس انجلينا جولي كان البريست كانسر، وعند والدتها كان بريست كانسر. فهو مره يعني دكتور زياد قالنا انه في ممثله عملت انه عشان ما يصيرش ايجنج لها والكلام هذا، اعتقد قال الاسم انجلينا جولي، ما بعرف بابا. والله ما عنديش معلومه بالنسبه لاني ممثله او شيء، بس انا هذا اللي بعرفه. يعني الكانسر ما بصير الا اذا التعب فيه التلومير. بعدين محمد، انت تتذكر مره لما احنا انت ما كنتش موجود اولها، صح ولا لا؟ اول محاضره ما كنتش موجود، انا بشوف لسه ما كنتش موجود. وين؟ تتذكر لما احنا مره قعدنا نسال ليش البرايمر نستخدمه دي ان ايه مش ار ان ايه، وفي الجسم ار ان ايه؟ دكتور احمد، هذا انا اللي الدكتور جاوبت علي قبل شويه. لا هي الدكتور اصلا جاوبت علي حضرت الدكتور ادهم حكيت لي هذا من شغل المايك. ايوه يا اخي محمد. ايوه، بس في حاجه، يعني احنا تكلمنا انه هو في جسم الانسان الان، يعني احنا اخذنا محاضره الريبليكيشن. في جسم الانسان ضروري تكون موجوده دي ان اي بوليمريز 1 اللي يعمل لي ريموف للار ان اي برايمر، يعمل ريموف دي ان اي بوليمريز 1. لكن في البي سي ار، انت بتتكلم على البي سي ار، في البي سي ار صعب ان احنا ناخذ انزيم مشابه للار ان اي بوليمريز 1، لازم انزيم يستحمل درجه الحراره العاليه في هذا الجهاز. ما شافوش العلماء اي انزيم يستحمل درجه الحراره العاليه في جهاز البي سي ار الا التاك دي ان اي بوليمريز. مظبوط، صحيح. فصعب ان نشتغل على ار ان اي برايمر. سؤالي انت حكيتي انه هذا يعني رب العباد هيك مخلوق. انت لما سالت قلت لي ليش سؤالي كان ليش تستخدم الار ان اي برايمر وبتعاود بي دي ان اي وبيبني، ليش من الاساس ما تستخدمش دي ان اي؟ فقلت له هو من يعني من رب العباد سبحان الله انه هيك موجود. بس هذا كان السؤال. الدكتور احمد عرفات هو اللي سال ليه يكون في البي سي ار، في البي سي ار يكون دي ان اي، ليه ما ناخذ نفس جسم الانسان الار ان اي برايمر، ار ان اي برايمر؟ لانه حسب الانزيمات اللي بشتغل عليها، لان انا بشتغل على انزيم واحد اللي هو تاك دي ان اي بوليمريز،
التاك دي ان اي بوليميريز يستحمل اللي هو درجات الحراره العاليه اللي بنستخدمها في البي سي ار، فصعب اني استخدم اي انزيم اخر يعمل لي عمليه معالجه. ما شافش العلماء اي انزيم بيعمل ريموف للار ان اي برايمر، فياخذوا دي ان اي برايمر على طول مباشره من اولها خلاص. وافضل علشان حتى الميوتيشن ما يكونش فيه اي ميوتيشن، يعني لو اخذنا انزيمات مقاربه للانزيمات الطبيعيه اتوقع انه يكون في ميوتيشن او طفران، فهم يجيبوا من البدايه دي ان اي برايمر جاهز ما فيش فيه اي ميوتيشن، ويبدا الدي ان اي التاك دي ان اي بوليمريز يبني عليه خلاص. الله يجزاك الخير يا بروفيسور. طيب. الله يجزاك الخير. في حد عنده سؤال قبل ما نبدا؟ ابو الوليد كنت بدك تسال انت. يعطيك العافيه يا دكتوره. يعافيك يا رب. بدي اسال بخصوص البي سي ار الحين. دي ان اي بوليمريز واحد ودي ان اي بوليمريز ثلاثه، هل احنا بنستخدمهم في البي سي ار هن الاثنين يعني؟ وهل هن الاثنين يسمن التاج ولا التاج يعني واحد من الاثنين؟ لا انت لخبطت السؤال كله على بعض. لحظه، في البي سي ار ضروري يكون عندك الشريطين، في اللي هو الفورورد والريفرس، ضروري يكون عندك شريطين للبرايمر فورورد وريفرس، ضروري تستخدم هذا الشريطين اللي هي البوادر. التاك دي ان اي بوليمريز هو انزيم البناء، اخذوه من نوع من البكتيريا اللي هي بكتيريا حراريه تقريبا اسمها ثيرموفيلاس كويتيكاس، تعيش في ينابيع الحاره، فطلعوا منها هذا الانزيم واستخدموها الان في شغالين عليه في البي سي ار، هو اللي يستحمل درجه الحراره العاليه لان البي سي ار بيرتفع الى اعلى من 90 درجه مئويه، ما فيش اي انزيم بيستحمل الارتفاع وبيبني غير التاك دي ان اي بوليمريز، فهو اللي بيشتغلوا فيه في جهاز البي سي ار فقط. مفهوم؟ وصلت المعلومه؟ بارك الله فيك يا دكتور. واياكم. طيب ايش دكتور نكمل الان؟ ما فيش مشكلة، ما فيش أي سؤال نكمل عادي، أنا أقصد إذا في أي استفسار في المحاضرة السابقة. في حد عنده استفسار قبل ما نكمل؟ اللي عنده يفتح المايك، أي حد عنده استفسار يفتح المايك. الظاهر لا، الظاهر لا. يبقى خير نكمل. توكل على الله دكتورة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اللي هي في العملية الثانية في العملية الثانية الموليكولار بيولوجي بتسمى ترانسكريبشن أو عملية الاستنساخ. في المحاضرة حنتعرف على definition of transcription، ما معنى ترانسكريبشن أو الاستنساخ، هو الموليكولار structure of gene، تركيب الجين. حنتعرف على structure of promoter، كذلك تركيب ما يسمى بالبروموتر، هنعرف إيش هو. و different between prokaryotes and eukaryotes في البروموتر نفسه، وال structure of RNA polymerase، و transcription events يعني العملية transcription، حنتعرف على الستبس الموجودة فيها علشان ناخذ من ال DNA ونطلع ال RNA. طيب هذه هي ال central dogma of molecular biology. قلنا ان ال molecular biology اللي هي الأبجديات فيها اللي هي ثلاث عمليات، ال replication الترانسكريبشن والترانسليشن. كملنا الريبليكيشن قبل قليل، الان ناخذ اللي هو ترانسكريبشن. الترانسكريبشن معناه اني اطلع شريط ار ان اي من الدي ان اي، اطلع شريط سنجل ستراند اوف دي اوف ار ان اي من الدبل ستراند ار دي ان اي، من الدبل ستراند ار ان اي. السلايد الاولى نفس هذا السلايد، بس هنا توضح بشكل اكبر اتجاه بناء شريط ال RNA، اتجاه بناء شريط ال RNA اللي هو البرودكت او المنتج حيكون في الاتجاه من 5 إلى 3. اذا الريبليكيشن اللي شرحناها قبل قليل اللي هي التضاعف، حيكون البرودكت تبعها او المنتج تبعها او النيو دي ان اي ستراند حيكون بالاتجاه من 5 إلى 3. كذلك هنا ال RNA اللي هو الناتج حيكون في الاتجاه 5-2-3 دايركشن. خلاص. طبعا الستراند اوف ار ان اي يبنى من سنجل ستراند اوف دي ان اي، واحد من اشرطه الدي ان اي فقط، واحد من اشرطه الدي ان اي فقط، وسموه العلماء التمبليت ستراند، سموه العلماء تمبليت ستراند. الشريط الاخر يسمى بنام تمبليت ستراند او يسمى بال
كودينج ستراند، كودينج ستراند. ملاحظين هنا بهذا الشكل. طبعا عمليه الترانسكريبشن تعريفها هي عباره عن عمليه حنعمل الانفورميشن او المعلومات من الدي ان اي حنعملها كوبيت او استنساخ الى ار ان اي، من دي ان اي الى ار ان اي. قلنا في شريطين، الشريط الاول من الدي ان اي يسمى بالتمبليت ستراند، الشريط الثاني يسمى بكودينج ستراند. انا ايش اللي يهمني؟ يهمني ان شريط ار ان اي يكون من 5 إلى 3، السينثيسيس اوف ار ان اي يكون من 5 إلى 3 ان، من 5 to 3 دايركشن، في الاتجاه هكذا. فلما تشوف صوره مثلا، في صوره فيها فراغات بهذا الشكل، حدد لي التمبليت ستراند والكودينج ستراند اور نون تمبليت ستراند. حتشوف ان الار ان اي، الار ان اي بيبنى بهذه الطريقه، اذا هنا حيكون 5 5، وهنا حيكون 3، وهنا حيكون التمبليت، لانه يبنى من التمبليت ستراند، من الشريط القادم. طبعا قلنا اي انفراج في شريط الدي ان اي يسمى بالبابل، يسمى بالبابل. ما دام العمليه هي ترانسكريبشن فيسمى ترانسكريبشن بابل. اذا العمليه عمليه اللي هي الريبليكيشن، تضاعف الدي ان اي تسمى ريبليكيشن بابل، هنا استنساخ تسمى ترانسكريبشن بابل. طب الار ان اي، الار ان اي طبعا يحتاج الى دي ان اي تمبليت لبناء ار ان اي، يعني نحتاج الى دي ان اي تمبليت، هذا اول احتياج. ثاني حاجه بالنسبه لبناء الدي ان الار ان اي، دائما في الاتجاه من 5 لـ3 دايركشن. الار ان اي بوليمريز عباره عن انزيم كبير يسمى بالهولو انزيم، هولو انزيم، انزيم كبير. الدي ان اي تمبليت ستراند حيحصل له دي التكامل كومبلمنتري، هذا الدي ان اي تمبليت، وهذا الـ RNA بيبنى بالاتجاه من 5 إلى 3، 5N to 3N، وحيحدث بينهما تكامل بهذا الشكل، حتتكون روابط هيدروجينية بين القواعد بهذا الشكل، روابط هيدروجينية. حتى باليوراسيل حتتكون 2 hydrogen bonds بينها وبين الأدينين. طبعا التكامل هذا لما يكون في تكامل بهذا الشكل من 5 to 3 ومن 5 to 3 بالجهة الأخرى، هذا يسمى بالكمبلمنتري أو يسمى بالأنتي بارالل، أنتي بارالل، وهذا المصطلح قد أخذناه في تركيب الدي إن إيه، عندما يكون متوازي ومتعاكس، متوازي ومتعاكس أو متضاد بهذا الشكل، يسمى هذا تركيب الأنتي بارالل. كذلك الاستنساخ لما نطلع على R إن إيه from دي إن إيه، هذا يسمى ترانسكريبشن، ترانسكريبشن العملية استنساخ. لما نطلع الـ DNA من الـ RNA، يعني العكس، يكون عندي شريط RNA وطلع منه الـ DNA، هذا موجود في بعض الفيروسات اللي ممكن تدخل في جسم الإنسان، تسمى هذه العملية Reverse Transcription، استنساخ عكسي، Reverse Transcription. ليش؟ لأنه موجود عندي شريط الـ RNA وطلع منه DNA. موجود في بعض الفيروسات، مثلا فيروسات HIV اللي هي فيروس الإيدز، فيروس الإيدز، أو مثلا فيروسات الإنفلونزا، لما تدخل على جسم الإنسان تدخل كآر إن إيه، هي فيروسات آر إن إيه. كيف بدها تسيطر؟ كيف بده الإنسان يصاب بالمرض؟ فلازم إنه يكون عندها إنزيم خاص يسمى بالريفيس ترانسكريبتيز، ريفيس ترانسكريبتيز، اللي يعمل استنساخ عكسي، يطلع من الآر إن إيه هذا، يرجع يتحول إلى دي إن إيه، وبالتالي يعرف يسيطر على اللي هي الفعاليات الحيويه في الخليه ويعمل مرض، او يكون الانسان مثلا اتش اي في يكون حامل المرض، هذه جهه اخرى، ما يكون حامل او مصاب، حامل او مصاب. التركيب الار ان اي، الار ان اي شريط الار ان اي طبعا هو سنجل ستراند، سنجل ستراند، حيتكون من اليوراسيل، هذا النيوكليوتيد الموجوده فيه يوراسيل، اللي تسمى رايبو نيوكليوتيد، رايبو نيوكليوتيد، يوراسيل، ادينين، سايتوسين، جوانين، سايتوسين، جوانين، السكر، الشجر، البنتوز، يسمى بالريبوز، ريبوز، لأنه غير منقوص الأكسجين، في ذرة الكربون رقم اللي هي 2، ذرة الكربون رقم 2 غير منقوصة بالأكسجين، فتشوفوها OH مكتملة، إذا هذا سكر الريبوز، مرتبط اللي هو بالفوسفيت جروب من ذرة الكربون اللي هي رقم 5، هذه ذرة الكربون رقم 5 ترتبط بالفوسفيت جروب. طيب قبل اي جين، مولكولار ستراكشر اوف جين، قبل اي جين، هذا جين، هذا جين، جين واحد،
قبل أي جين في حاجة اسمها زي المفتاح للجين، مفتاح الجين، يعني مش ممكن الأنزيمة تشتغل على هذا الجين غير ما تمر على المفتاح. هذا المفتاح بيسمى بالبروموتر، بروموتر قبل أي جين في منطقة تسمى بالبروموتر، اللي هي مفتاح الجين، بروموتر، بروموتر. بروموتر يقرأ دائما بالسالب، أول نيوكليوتيدا يتم استنساخها في الجين، أول نيوكليوتيدا يتم استنساخها في الجين تسمى بالزائد واحد بلس وان، تسمى بالزائد واحد أول نيوكليوتيدا، لكن ما قبلها كله ماينس، كله بالسالب. إذا منطقة البروموتر تقرأ بالسالب، بروموتر تقرأ بالسالب لأنها تكون مناطق غير مستنسخة. يبدأ الإنزيم آر إن إيه بوليميريز اللي هو مسؤول عن عملية الاستنساخ، الاستنساخ يتعرف على هذه المنطقة، يتعرف على هذه المنطقة خلاص ويشبك فيها، وبعدين يبدأ الاستنساخ من بلس 1 اللي هي أول نيوكليوتيدة مستنسخة. هذه المنطقة تسمى بالأوبن ريدنج فريم، أوبن ريدنج فريم أو آر إن إيه كودينج ريجن. هذه المنطقة، المنطقة آخر مرحلة الاستنساخ تسمى الترمينيتور، هذه منطقة الترمينيتور، منطقة الترمينيتور أو إنهاء الاستنساخ أو ترانسكريبشن ترمينيشن اللي السايت اللي هي منطقة إنهاء عملية الاستنساخ. طبعا في حاجة اسمها بنقرأها في الكتب، طبعا هذا النان تبليت ستراند وهذا التبليت ستراند. الآن بنتكلم على الدي إن إيه، دي إن إيه مش هنتكلم على الار ان اي، لان انا بنتكلم على الدي ان اي اللي هو التمبليت ستراند، هو قالب لاستنساخ الار ان اي، وهذا الار ان اي اللي هو بالاسفل تم استنساخه. وفي حاجه بنشوفها في الكتب يعني احنا بنتطرق لها الان باعتبار ان احنا بنتطرق على كل حاجه في الملوكلار بيولوجي. في حاجه بتقراها بالابستريم، ابستريم، ابستريم في الكتب، ابستريم معناها ما قبل اول نقطه في الاستنساخ، ما قبل أول نسخة النيوكليوتيدات اللي هي قبل أول منطقة اللي هي قبل أول نقطة بالاستنساخ، هذا تسمى بالأبستريم، تسمى بالأبستريم، أبستريم هذه المنطقة أبستريم، لأن إحنا بنقرأ على التمبليت أبستريم. بعد منطقة الترمينيشن، ترمينيشن بعد انتهاء الاستنساخ، بعد منطقة الترمينيشن سايت، هذه المنطقة تسمى بالداونستريم. في فواصل بين كل جين والآخر، في فواصل، في فواصل، في تكرارات، في مش الجين لاصق بالجين الآخر، مفيش مش تلاصق يعني تلاصق جين بعد جين، لا، في تكون في مسافات أو مسافات أو نيوكليوتيدات، هذه كلها تسمى بالداون ستريم، اللي أسفل الجين بالداون ستريم، اللي أعلى الجين أعلى أو أعلى من أول نقطة مستنسخة تسمى الأب ستريم، أب ستريم. طب لو أخذنا هذه المنطقة بس، هاي البروموتر، الآن بنشرح على هاي البروموتر فقط اللي هي البروموتر، هذه اللي هي مفتاح الجين. طبعا مختلفة هذه المنطقة اللي هي البروموتر، مختلفة في بداية النواة عن حقيقية النواة عن الإيوكاريوت. في بداية النواة في منطقتين تعتبر نموذجية اللي هي ماينس 10 ماينس 35، هذه المناطق تعتبر شبه ثابتة، شبه ثابتة في كل البروكاريوت في النموذج، بس في بعض البروكاريوت قد تختفي ماينس 35، قد تختفي يعني، لكن ماينس 10 هذه موجوده في كل البروموتر. بس احنا هذا اللي هو الشكل النموذجي للبروموتر، في منطقتين اللي هو ماينس 10 وماينس 35. طبعا مين ماينس 10 كيف قرأوها ماينس 10؟ طبعا هذه بلس 1 هي اول نيوكليوتيدا يتم استنساخها، اول نيوكليوتيدا يتم استنساخها، لاحظي هذه المنطقه أول نيوكليوتيدا يتم استنساخها، ما قبل يقرأ بالسالب، قلنا يقرأ بالسالب، فكل منطقة البروموتر تقرأ بالسالب، تقرأ بالسالب. هاي المنطقة اللي هي سالب 10 أو ماينس 10، القواعد اللي فيها مجرد أدينين تايمين، أدينين تايمين فقط، يعني منطقة ضعيفة، منطقة ضعيفة بالروابط الهيدروجينية، تايمين أدينين، تايمين أدينين بهذا الشكل، تكرارات، تكرارات. والماينس 35 موجود فيها كل انواع القواعد، ادينين، جوانين، سايتوسين، كل انواع القواعد موجوده، فتعتبر المنطقه هذه منطقه تعتبر فيها نوع من القوه لان موجود فيها سايتوسين جوانين، لكن منطقه الماينس 10 تكون مناطق ضعيفه. طبعا في البروكاريوت هذه المنطقه اللي هي الماينس 10 تبع المكتشفها، مكتشفها اسمه بريبنوبوكس، بريبنوبوكس سموها بريبنوبوكس تبع المكتشفها.
ال minus 35 يسموها minus 35 region. المناطق هاي الصفراء هاي unique sequence. هذه unique sequence يعني البروموترات مختلفة فيما بينها. في كل البروكاريوت البروموترز مختلفة فيما بينها عن طريق اليونيك سيكونس لكن الماينس 10 هذه متشابهة في الكل، والماينس 35 متشابهة في كل البروكاريوت. في الايوكاريوت حتحتوي على طبعا اكثر تعقيدا، حتحتوي على منطقتين نفس الطريقة، يعني سبحان الله خالق واحد، فحتحتوي على ماينس 25 هتحتوي على تايمين ادينين، نفس الطريقة. الباكس هذا سموه بالتاتا باكس، او سماه بهاجنس باكس، بعلم مكتشفها هاجنس باكس. المنطقة الثانية اللي هي ماينس 75 هذا تحتوي على كل انواع القواعد، جوانين سايتوسين ادينين تايمين، فسموها بالكات باكس، ممكن يكون موجود، ممكن يكون غير موجود يعني. بس هذه المنطقة هي أهم منطقة، منطقة التاتا اللي هي أدينين تايمين، هي أهم المناطق في البروموتر. إذا حصل الطفرة في هذه المناطق ممكن تكون الطفرة قاتلة، ممكن تؤدي إلى موت، ده الجين، هذا هو الجين، يكون سنجل كوبي في الجينوم، كله. فتعتبر هي أهم منطقة، هي المنطقة اللي هي ماينس 10. طيب اذا البروموتر هذا نفس البروموتر، هذه نفس السلايد اللي قبل هذه في البروكاريوت، حنشرح عليها لانه تعتبر الاسهل دراسه في بدايه النواه. قلنا ان هي تحتوي على ماينس 10 باكس وماينس 35، والمناطق اللي هي بينها، اللي سميناها يونيك سيكونس. طبعا المنطقه الاولى تقريبا 17 ماينس اور يعني سالب أو زائد واحد، ممكن تكون تصل إلى 19، ممكن تكون 16-18 بعد بيسبيرا قاعدة من المزدوجة. المنطقة هاي كذلك يونيك سيكونس، هذه كلها اللي هي البروموتر اللي هي تقرأ بالسالب. هذه المنطقة كذلك من 5-9 بيسبيرا، من 5-9 بيسبيرا، وتختلف طبعا للكتب، بشكل عام البروموتر حيتكون من، ممكن نصنف لجزئين فيه. في سيكونس يكون كونسنسس سيكونس اللي هو تسلسل شبه ثابت، يسمى التسلسل الشبه ثابت كونسنسس سيكونس. التسلسل الشبه ثابت في كل انواع البروموتر في البروكاريوت اللي هو ماينس 10 ماينس 35. والسيكونس الاخر من ضمن تركيب البروموتر يسمى باليونيك سيكونس، اللي هو هذه المنطقه وهذه المنطقه اللي هي ما بين ال الباكسز زي ماينس 10 وماينس 35. طبعا هذه كلها تقرا بالسالب، وما قبلها اول نيوكليوتيد يتم استنساخها تقرا بالموجب. البوكس هذا اللي هو سالب 35 ماينس 35 هذا يسمى بمنطقه التمييز، ريكوجنيشن او ريكوجنايز دومين، منطقه التمييز. يعني الانزيم لما يمشي على الدي ان اي، يبدا انزيم الار ان اي عايز يستنسخ، يبدا يتعرف لي على مناطق البروموتر في الدي ان اي. الانزيم ار ان اي بوليمريز اول ما يبدا يستنسخ يبدا يمر على منطقه البروموتر ويستكشف هذه المنطقه ويسجل هذه المنطقه، فتسمى ريكوجنايز دومين اللي هي ماينس 35. ماينس 10 هذه المنطقه بتسمى انوايندينج دومين اللي هي منطقه الفتح الشريطه، منطقه اللي هي الفتح. ليش؟ لانها تحتوي على ادينين تايمين، قواعد ضعيفة الارتباط، وبالتالي الإنزيم سهل يفتح شريط الدي إن إيه من خلال هذه المنطقة، من خلال الماينس 10. حبيت أتطرق يعني على كل الجزئيات في الـ البروموتر. لما تشوفوا في الكتب في حاجة يسموها كونستنتيتيف بروموتر، أو البروموترات اللي هي تسمى بالجوهرية أو الأساسية، جوهرية وأساسية. البروموترات طبعا اول حاجه البروموتورات موجوده في الجينات الوظيفيه فقط، اما الجينات التكراريه احنا اخذنا امبارح في جينات تسمى بالجينات اللي هي تكرار 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 تكرار، هل ما فيش لها بروموتور؟
جينات تكرارية، ما فيش لها بروموتور مثل الليو، الميكرو ساتلايت، الجينات الترادفية، جينات ال ار ان ايه، الجينات الار ان ايه الوظيفية، بس في جينات تكرارية ليست لها بروموتور، يعني تكون عبارة عن تكرارات تكرارات، فليست لها بروموتور لأنها ليست جينات وظيفية. أما الجينات الوظيفية فاللي لها بروموتور، في نوعين من البروموتور، في نوع يسمى كونسيستيتيف بروموتور أو يسمى بالهاوس كيبنج جين، يوجد في الهاوس كيبنج جين. الهاوس كيبنج جين يعني الجينات التي تظل مفتوحة، هاوس كيبنج تظل مفتوحة، جينات تظل مفتوحة، فيتم عن طريق الاستنساخ بشكل مستمر. مثل ايش؟ مثل جينات الار ان ايه، مثل جينات الار ان ايه، جينات الار ار ان ايه في الخلية، في الخلايا الايوكاريوت تظل مفتوحة، تظل مفتوحة لان دائما يحدث استنساخ، دائما دائما يحدث استنساخ، فهذه الجينات تسمى هاوس كيبنج جين. طبعا في حاجة اسمها ترانسكريبشن فاكتور، ترانسكريبشن فاكتور هي عبارة عن عوامل مساعدة، ليست مساعدة في عملية الاستنساخ، وليست ضمن مكونات الإنزيم. ترانسكريبشن فاكتور هي عبارة عن عوامل تساعد في عملية الاستنساخ وليست جزء من مكونات الإنزيم الـ RNA بوليميريز. فالجينات اللي هي تظل مفتوحة بالاستمرار ليس بالضرورة وجود الترانسكريبشن فاكتور. الترانسكريبشن فاكتور هذه تشتغل في ظروف خاصة، في ظروف خاصة. النوع الثاني من البروموتور يسمى انديوسبل بروموتور، انديوسبل بروموتور او بروموتورز قابلة للحث. لما نسمع قابلة للحث، قابلة للحث يعني ما بتشتغلش الا في عن طريق حاجة بتحفزها، حاجة بتحفزها علشان تشتغل هذه البروموتورات. اللي بيحفزها هو الترانسكريبشن فاكتور، ترانسكريبشن فاكتور هو اللي بيحفزها عشان تشتغل هذه البروموتورات. ومتى تشتغل هذه البروموتورات؟ تشتغل في ظروف خاصة، تشتغل في ظروف خاصة، مثلا عند الإصابة بالمرض، عند الإصابة بالمرض فرضا، إصابة بالمرض هذه ضروري تشتغل في أنزيم، في جينات ما كانتش تشتغل في الظروف الطبيعية، تشتغل وقت الإصابة بالمرض، اللي هي مثلا الجينات اللي هي مسؤولة عن إفراز الأنتي باديز وإلى آخره، اللي هي المقاومة، مقاومة الجسم أو المناعة الجسم، هذه تشتغل وقت المرض، وقت المرض تشتغل. فهذه تحتاج إلى ترانسكريبشن فاكتور، ونوع البروموتور فيها في هذه الجينات من النوع انديوسبل بروموتور، يعني جينات لا تعمل إلا في ظروف خاصة، إلا في ظروف خاصة. يعني حبيت أتطرق عليها، مش ما بتشوفوهاش يعني ضمن الكتب حتى ضمن المرجع، بس أنا حبيت إني أضيفها بحيث إذا شفتوها في كتاب تفهموا إيش معنى constitutive promoter و inducible promoter. طيب تركيب الـ RNA polymerase، تركيب أخذنا اللي هو البروموتر، البروموتر اللي هو مفتاح الجين اللي سميناه البروموتر، وأخذنا تركيبه في البروكاريوت والإيوكاريوت. ناخذ الـ RNA polymerase. RNA polymerase يعتبر هولو إنزيم، هولو إنزيم، هولو إنزيم يعني حجمه كبير، يتكون من وحدات فرعية تسمى سب يونيتس، يتكون من سب يونيتس أو سلاسل بوليبيبتايد. مثلا في البروكاريوت تكون عددها 5 سب يونيتس، في البروكاريوت. في الإيوكاريوت ممكن تمتد إلى 14، 8 إلى 14 يعني حسب ما تشوف المراجع، 8 14 ممكن تمتد إلى 14 سب يونت، 14 سب يونت. فدائما أسهل إن احنا ندرس على الخلايا البكتيرية، في الخلايا البكتيرية 5 سب يونت. الـ RNA بوليميريز يتكون من 5 سب يونت، في السب يونت الأساسية تسمى بالكور إنزيم، كور إنزيم، كور إنزيم يعني الصميم الأساس فيه هو 2 ألفا، عبارة عن 2 ألفا، هذه كلها سلاسل بيبتيد يعني مكونة لهذا الإنزيم، 2 ألفا و 2 بيتا، هذه صارت عندنا أربعة، 4 سب يونت، 2 ألفا و 2 بيتا تشين. وفي عندنا وحدة خامسة سب يونت خامسة اللي تسمى بالسيجما فاكتور، سيجما فاكتور. طيب الألفا 1 الألفا 2 إيش تعمل هذه في الإنزيم؟ طبعا الإنزيم بيكون تكون الوحدات منفصلة، كل واحدة منفصلة عن الأخرى. أول واحدة بتجي ألفا 1 وألفا 2، ألفا 1 ألفا 2 هذه بتعمل أول حاجة entering the DNA، تعمل دخول لل DNA وتبدأ تمر على ال DNA مثل التجارب، تجاذب إلكتروستاتيكي، تجاذب كأنها شحنتها موجبة
والدي ان ايه شحنة السالبر زي تجاذب الكتروستاتيكي وتخش على الدي ان ايه انترينج ذا دي ان ايه وتبدا تستكشف عن مناطق البرومتر تستكشف عن مناطق البرومتر هذه الفا 1 والفا 2 اذا هي مسؤولة عن دخول الدي ان ايه وتبدا تمر على الدي ان ايه شريط الدي ان ايه وتستكشف اين مناطق البرومتر اللي هي مفتاح الجين. حيجي السب يونت الثالثة اللي هي البيتا لما نحط عليها الشرطة بهذا الشكل تسمى برايم هذه الشرطة لما تكون بهذا الشكل تسمى بيتا برايم. البيتا برايم الأولى البيتا برايم الأولى اللي هي السب يونت اللي هي 3 هتعمل يعني تثبيت لنفسها ارتباط محكم تقريبا ارتباط محكم بشريط الدي ان ايه تعمل ستابلايز بيندينج ارتباط مستقر او ارتباط محكم بالانزيم الار ان اي بوليمريز عند دي ان اي تمبليت تبدا ترتبط فيه بهذا الشكل. يعني اذا الفا 1 والفا 2 تعمل استكشاف تدخل الدي ان اي وتعمل استكشاف وين البرومتر البيتا برايم تبدا تعمل ستابلايز بيندينج وتبدا ترتبط ب دي ان اي تمبليت دي ان اي شريط الدي ان اي تمبليت. البيتا الثانية تعمل يكون فيها ما يسمى بالاكتيف سايتس اكتيف سايتس اللي هي مواقع نشطة اكتيف سايتس لتكوين اللي هي الفوسفودي استر بوند. الفوسفودي استر بوند هي الروابط اللي تربط لي النيوكليوتيدات مع بعضها عشان تكون لي شريط ار ان اي فضروري تربط لي النيوكليوتيدات. وين النيوكليوتيدات موجودة؟ هي موجودة في السائل النووي اساسا السائل النووي موجودة النيوكليوتيدات فاللي يربطها وياخذها مع بعضها هي البيتا هذه موجود فيها الاكتيف سايت وتعمل الفوسفودي استر بوند بين ريبونيوكليوتيد بين النيوكليوتيدات الار ان اي. السيجما فاكتور هذا يكون موجود في الانيشيشن فيس في مرحله البدء فقط في الاستنساخ ليش موجود في منطقه في مرحله البدء في الاستنساخ؟ علشان تاكيد سلامه الارتباط يتأكد من سلامة الارتباط إنه حصل stabilized bending حصل ارتباط تام محكم فيوجد في هذه المرحلة في الانيشيشن. ويبدأ في بعض الكتب بتقول إن السيجما فاكتور تعمل تخليق لتسعة نيوكليوتيدات تخلق تسعة نيوكليوتيدات. إيش الغرض من التسعة نيوكليوتيدات؟ تسعة نيوكليوتيدات عشان تتأكد من سلامة الارتباط فقط للتأكد من سلامة الارتباط موجودة في initiation فقط initiation stage أو phase. وحتعمل لي scan and recognize للبروموتور region مناطق البروموتور تتأكد يعني خلاص الآن بتبدأ مرحلة الاستنساخ فتروح تتأكد من كل شيء. التأكيد هو بالسيجما فاكتور تتأكد من الارتباط بتخليق تسعة نيوكليوتايدز في مرحلة البدء. وطبعا هذه 9 نيوكليوتيدات مجرد لسلام تتاكد من الارتباط فقط وبعدين تتفرق هذه النيوكليوتيدات في السيتوبلازم يعني ما تحتاجهاش مجرد التاكد فقط. وحتعمل سكان وتحدد لي اللي هي المناطق ماينس 35 وماينس 10 برومتر وحتعمل لي اوبن للدبل ستراند لانه الدي ان اي الان انا حددت منطقه البرومتر لم يبقى سوى عملية unwinding للشريط فهي حتعمل open the double strand DNA separation. طبعا لاحظوا هنا هذه ألفا هنا ألفا 1 تكون حاجبها صغير ألفا 1 و 2 وهنا البيتا برايم والبيتا وهذه السيجما فاكتور يعني فقط في مرحلة الانيشيشن فقط وبعدين تنفصل تتأكد بس من سلامة الارتباط تعمل فتح للشريط فقط وتنفصل. بالنسبة لـ RNA بوليمريز هذا الإنزيم في خلايا البروكاريوت هو إنزيم واحد يسمى RNA بوليمريز تمام لكن في خلايا الإيوكاريوت في ثلاثة أنواع الـ RNA بوليمريز 1 لأن الخلايا الإيوكاريوت أكثر تعقيد في RNA بوليمريز 1 وRNA بوليمريز 2 RNA بوليمريز 3. الRNA بوليمريز 1 هذا مسؤول عن السينثيسيز او البناء الRNA اللي هو داخل في تركيب الريبوسوم الRNA بوليمريز 2
مسؤول عن بناء الام ار ان اي. الام ار ان اي هو شريط الار ان اي اللي يحدث له ترانسليت، يحدث له عمليه الترجمه علشان انتاج البروتين فقط. الار ان اي بوليميريز تشين هذا مسؤول عن تكوين التي ار ان اي، الترانسفير ار ان اي، ترانسفير ار ان اي او الار ان اي اللي بينقل لي الامينو اسيد اثناء عمليه الترجمه. التي ار ان اي والترانسفير ار ان اي، واحد فقط من الار ار ان اي، قلنا من الار ار ان اي هو تابع للار ان اي بوليميريز 1، بيصنع لي كل، بيعمل سينثيسيس لكل الار ار ان اي ما عدا الفايف اس ار ار ان اي، وحنعرف مع المحاضرات المتقدمه حنعرف ايش معنى اس. هي عباره عن وحده للقراءه يعني عن طريق مكتشفات سبيدبرغ. فار ار ان اي اللي هو 5 اس ار ان اي هذا يصنع بواسطه هو فقط يصنع بواسطه ار ان اي بوليميريز 3. ممكن تشوفوا في الكتب الار ان اي بوليميريز في لها اختصار ان هم يكتبوها بول 1 بي او ال، فقط ياخذوا احرف اختصارا 1 بول 2 بول 3 بهذا الشكل. الحين تشوفها موجوده في الكتب. طيب الترانسكريبشن يحتوي على 3 ستيكس او 3 مراحل: انيشيشن الونجيشن ترمينيشن. الانيشيشن هي الارتباط في منطقه البروموتر والتقدير لعمليه الاستنساخ، حيكون موجود في هذا في هذه المرحله الانيشيشن اللي هي سيجما فاكتور اللي قلنا تتاكد من سلامه الارتباط تعمل انوايندنج للشريط. بدايه الاستنساخ من بلس 1 بلس 1 هذه اول نيوكليوتيدا يتم استنساخها، فهذه من كلاس 1 تعتبر الونجيشن. الونجيشن مرحله استطاله، بيشتغل فيها الار ان اي بوليمريز مع بعضه ما عدا السيجما فاكتور، الكور مع بعضه ما عدا السيجما فاكتور بتنفصل، الى ان ينتقل لان ينتهي عمليه الترانسكريبشن الترانسليشن عفوا الترانسكريبشن الى منطقه الترمينيتور اللي هي مرحله النهايه. هذه المنطقة اللي هي من بداية أول نيوكليتيدا مستنسخة إلى نهاية أول نيوكليتيدا مستنسخة، هذه تسمى بالأوبن ريدنج فريم، عفوا كامل 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 عفوا كامل اللي هي مرحلة الانيشيشن انيشيشن الانجيشن ترمينيشن، هذه تسمى بالأوبن ريدنج فريم، إطار مفتوح خاصة بالهاوس كيبنج تكون تظل مفتوحة، فيتم عن طريقها الاستنساخ بشكل مستمر مستمر. عفوا مرحلة الانيشيشن ستيج، لاحظوا هذا هو الكور، كور انزيم او ار ان اي انزيم، الكور اللي هو الفا 1 و 2 وبيتا برايم وبيتا، وهي السيجما فاكتور، هذه السيجما فاكتور مرتبطة فيه. وطبعا بيجي يمسك في الخيط في الخيط اللي هو التمبليت التمبليت ستراند، ويعمل اللي هي في منطقة البروموتر، يعني الانيشيشن ستيج كلها في منطقة البروموتر، في منطقة البروموتر تبدأ أول شيء الإنزيم بيمسك في منطقة البروموتر ويشبك فيها، مش قلنا إنه يعمل ستابلايز بندنج اللي هو ارتباط محكم، ارتباط محكم، ارتباط محكم. لما يمسك الإنزيم بمنطقة البروموتر ويمسك فيها يسمى بالتركيب هذا بيسمى بالكلوز بروموتر كومبلكس، كلوز بروموتر كومبلكس يمسك فيها ويبدا عمليه فتح الشريط. طبعا ماينس 35 في هذه منطقه الريكوجنايزن، ريكوجنايزن اللي هي منطقه التمييز، يبدا الانزيم يميز فيها، وبعدين يحدث عمليه اللي هو الفتح الشريط من ماينس 10 اللي هو فتح الشريط، قلنا لانها غنيه، هذا البوكس غني بالثايمين ادينين، الثايمين ادينين او يسمى بالداتا بوكس. هذه مرحلة الانيشيشن. بانتهاء مرحلة الانيشيشن ينفصل مباشرة، تنفصل السيجما فاكتور، تنفصل السيجما فاكتور في غالبية الكتب بتشوفوا ان، وفي بعض الكتب مش مذكور فيها، انها بتعمل تخليق 9 نيوكليوتيدات ومجرد تتأكد من سلامة الارتباط، وبعدين تنفصل هي والتسعة نيوكليوتيدات تنفصل، اللي يبقى فقط هذا الجزء اللي هو الكور، كور انزيم. المرحلة الثانية الانجيشن، المرحلة الثانية الانجيشن تبدأ من بلس 1 أول نيوكليوتيدا يتم استنساخها، وفي الاتجاه يتم الساينثيسيس للآر إن إيه في الاتجاه من 5 إلى 3
end من 5 إلى 3 direction. طبعاً دائماً تشوفوا دائماً في أول نيوكليتيدة دائماً يا إما في الدي إن إيه حتى في أشرطة الدي إن إيه دائماً أول نيوكليتيدة تكون فيها تراي فوسفيت ثلاثة فوسفيت، وبعدين النيوكليتيدات اللي بعدها يتم التخلص من 2 فوسفيت ويبقى ال 1 فوسفيت 1 فوسفيت جروب 1 فوسفيت جروب. يتم البناء بهذا الشكل بالميريزيشن للار ان ايه، للار ان ايه ترانسكريبشن للار ان ايه في الاتجاه من 5 تو 5 دايركشن. طبعا في هنا حيكون نفس الشيء مع استمرار الفتح، حيكون في التفاف اللي هي سوبر كويل او التفاف اللي يسمى بالالتفاف الفائق للدي ان ايه. طبعا في عندنا كذلك الانزيمات اللي هي داخله في التضاعف، تضاعف الدي ان ايه موجوده هنا اللي هي توبو ايزوماريز، ممكن تعمل لي اللي هي قطع لاحد الاشرطه مجرد علشان تخفيف اللف، لان الكور انزيم الان بيمشي، الكور انزيم بيمشي على طول التمبليت ستراند، على طول التمبليت ستراند، فحيكون في سوبر كويل، فهي تعمل عمليه تخفيف من ضغط الحادثه بسبب ضغط الالتفاف باستمرار فتح الشريط. الالونجيشن تبدا من بلس 1 الى اخر نيوكليتيدا يتم استنساخها، الى اخر نيوكليتيدا يتم استنساخها. المرحله اللي بعدها تسمى مرحله ترمينيشن ستيج، مرحله النهايه. طيب في نهايه الجينز تكون في مناطق تسلسلها غير اعتيادي unusual sequence تسمى بالinverted repeat، يعني تسلسلات inverted معكوسة، تسلسلات معكوسة، تكرارات معكوسة، تسلسلات بتكرارات معكوسة، زي مثلا بهذا الشكل. هذا الدي ان ايه، هذا الدي ان ايه، الدي ان ايه هذا اخر الجين، اخر الجين اللي هو مراد استنساخه. حنلاحظ ادينين تايمين جوانين سايتوسين. الان بيتكون بيتكون الار ان اي بهذا الشكل، هذا الار ان اي ستراند خيط الار ان اي. في منطقه تسمى سيمتريك بوينت، سيمتريك بوينت اللي هي منطقه التناظر، منطقه التناظر. ملاحظين هنا انفيرتد ريبيت تكرارات، لان انت لما تجي تشوف الادينين هنا نبدا بشريط الدي ان اي، الثايمين ممكن ان هي ترتبط مع الادينين، ثايمين مع الادينين، والادينين مع الثايمين، والسايتوسين مع الجوانين اللي هنا، والجوانين مع السايتوسين ممكن، والادينين مع الثايمين، والادينين مع الثايمين، يبقى السايتوسين هي السيمتريك بوينت. فلما يجي يتكون الار ان اي بنفس هذه الطريقه، حيكون مدام سايتوسين حيكون في جوانين هي السيمتريك بوينت او نقطه التناظر، حيكون في مسلسلات انفيرتد ريبيت، انفيرتد ريبيت. فالادينين ممكن ان هو يرتبط مع اليوراسيل ادينين لانه مع الثايمين، وفي الار ان اي ما فيش ثايمين، هو يوراسيل ريبليس ثايمين بدلا من الثايمين، فيروح ممكن ان هو يرتبط معه. هنا يوراسيل ادينين جوانين، لاحظوا سايتوسين هنا، سايتوسين ارتبطوا جوانين، يراسل يراسل ادينين ادينين، فتبقى الجوانين هي في الوسط. طيب ايش اللي يحصل الان؟ مرحله الانهاء ممكن تتم بطريقتين. الطريقه الاولى بواسطه عامل يسمى بالروه، روه فاكتور، روه فاكتور. الطريقه الثانيه ممكن يتم بدون هذا عامل الروه فاكتور، فصنفوه العلماء بهذه الطريقه، العلماء صنفوها بهذه الطريقه عن طريق الروه فاكتور، يسمى روه ديبندنت وهو ليس كومون اقل شيوعا، وفي بالروه اندبندنت وهذا اكثر شيوعا موست كومون. الروه ديبندنت قلنا يكون في عامل روه فاكتور، هذا اللي يعمل لي فصل الار ان اي، لان الار ان اي شريط الار ان اي هو بيتكمل بروابط بيعمل كومبلمنتري مع الدي ان اي تمبليت، بيعمل كومبلمنتري بهيدروجين بوند مع الدي ان اي تمبليت، فلازم حاجه تكسر لي هذا الروابط الهيدروجينيه وينفصل شريط الار ان اي عشان يخرج من النواه الى السيتوبلازم ويروح يترجم يطلع منه بروتين. فالفصل عن طريق روه ديبندنت وهو اقل شيوعا، لازم يكون عامل روه انه يعمل لي عمليه فصل، وفي روه اندبندنت لما يكون الجين اخره بولي اي ريجون، بولي اي ريجون يعني تتكرر فيه ادينين 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 ادينين، الادينين طبعا روابط ضعيفه،
ادينين 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 اذا موجوده ادينين 200 مره، 200 تقريبا 150 الى 200 اخر الجين، فسهل انفصال ار ان اي عن الدي ان اي تمبليت بهذا الشكل. هذا اللي هو اخر الجين اللي احنا كلمناكم عليه قبل شوي، اللي هي هذه نفس هذه نفس هذه، هي اصلا من نفس الكتاب بس انا قصصت الصور بهذا الشكل. انفرتد ريبيت، انفرتد ريبيت اللي هي التكرارات اللي هي معكوسه، ما دام في تكرارات حتبدا تعمل لي روابط، روابط هيدروجينيه بين اللي هي التكرارات هذه المعكوسه، ادينين مع يوراسيل ويوراسيل مع الادينين بهذا الشكل بهذا الشكل. اذا الجوانين هي كانت سيمتريك البوينت، وبعدين تبدا تعمل لي الروابط الهيدروجينيه، ادينين يوراسيل ادينين يوراسيل جوانين سايتوسين، ويبدا يلتف الشريط المفرد للار ان اي يلتف حوالين بعضه، يعمل لفه، يعمل رابسه، رابسه التفافه اراوند اتسلف، يلتف حول نفسه لانه حيتكون روابط هيدروجينيه، روابط هيدروجينيه بين القواعد اللي موجوده فيها، القواعد النيتروجينيه او النيوكليوتيدات المكمله لبعضها، المكمله لبعضها خاصه اللي موجود مثلا في اخر الجين. الروح، الروح اندبندنت اللي عفوا روح ديبندنت، حنشوف انه مش حيكون في تسلسل اي اوري راسل ريجون اي ريجون في اخر الجين، في اخر الجين، فلازم يكون موجود عامل روح عشان يفصل لي شريط الار ان اي عن الدي ان اي. لكن في في الروح اندبندنت يعني انفصال لشريط الار ان اي، يعمل سيبريشن بس بدون استخدام عامل رو، بدون وجود عامل رو. متى؟ عندما يكون اخر الجين موجود ادينين 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 ادينين، فحتكون هنا في الار ان اي يوراسيل 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 تقريبا 200 نيوكليتيد يوراسيل يوراسيل، الروابط ضعيفه فبالتالي يحتاج طاقه اقل، طاقه اقل عشان انفصال شريط الار ان اي عن الدي ان اي. طبعا هذا التركيب بهذا الشكل لما يلتف شريط الار ان اي على بعضه، يلتف على بعضه يسمى بالستيم لوب، يسمى بالستيم لوب. هذا في واحد من الكتب، في بعض الكتب تسميها بالهير لوب، هيربن لوب يعني الشبيب بالحلقه اللي موجوده في مشبك الشعر او الستيم لوب ستراكشر بهذا الشكل. الان الروح ديبندنت، روح ديبندنت اعتماد على عامل روح، بيظل عامل روح هذا الروح فاكتور يظل يمشي على طول من 5 من ال 5 انت 2 3 انت بهذا الشكل، مش ممكن ينفصل شريط الار ان اي من دون وجود عامل روح. ليش؟ لان هنا في ما فيش في ادينين 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 اخر الجين، فمن الضروري يكون موجود عامل روح عشان يفصل لي شريط الار ان اي بهذا الشكل، فيمشي يمشي يمشي لحد ما يوصل للنهايه، وبالتالي يفصل لي شريط الار ان اي عن الكور عن الدي ان اي تمبليت. الروح اندبندنت انفصال بدون اعتماد على عامل روح حيكون بهذا الشكل، حيكون اخر الجين موجوده اللي هي ادينين 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 بهذا الشكل، ادينين 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 يراسل يراسل يراسل، فبالتالي ممكن شريط الار ان اي ينفصل بدون بدون طاقه كبيره، بدون احتياجه لطاقه، يعني مجرد حاجه بسيطه، طاقه بسيطه تكسر لي اللي هي الروابط الهيدروجينيه لانها روابط هيدروجينيه ثنائيه اللي تربط لي بين الادينين واليوراسيل. خلاص، وهذا المرجع اللي اخذ منه المحاضره. شكرا. طبعا ما ادري كم الساعه الان، في فيديو كمان سريع يوضح لي اللي هو يوضح لي اللي هي عمليه ترانسكريبشن. عشان بس تثبت يثبت هذا الموضوع عندكم. طيب هم الآن بيتكلموا لي على في البكتيريا، ترانسكريبشن في البكتيريا. طبعا هذا المصطلح الأوبرون حنعرفه في المحاضرات القادمة. الأوبرون معناها عنقود جينين، كلستر اوف جينز. هذا وين موجود الأوبرون؟ موجود يعني تتجمع مجموعة من الجينات، موجود فقط في البكتيريا، تتجمع من مجموعة من الجينات
ممكن يكونوا 3، ممكن يكونوا 4، ممكن يكونوا 5، ليقوموا بوظيفة واحدة، ليقوموا بوظيفة واحدة. هذا موجود في البكتيريا، مش موجود في اليوكاريوت. فالفيديو على البكتيريا. خلاص، إذا هنا الكور إنزيم حيرتبط مع السيجما فاكتور في منطقة اللي هو البروموتور اللي هو بداية الجين، ويحدث اللي هو التمييز ماينس 35 وماينس 10، ويحدث اللي هي عملية الفتح من ماينس 10 لأن قلنا إن في هذين الإنزيمين، وينفصل السيجما فاكتور. دكتور سلوى؟ ايوه، خلاص هاي تحركت الآن، خلاص صار. إذن هنا الإنهاء بواسطة روه ديبندنت، معتمد على عامل روه. ليش؟ لأنه ما فيش اللي هي بولي A ريجن في نهاية الجين، فمحتاج إلى عامل روه، محتاج إلى طاقة من أجل الفصل، يعمل سيبريشن بين الـ RNA والـ DNA تمبليت. خلاص مفهوم، إن شاء الله تكون استوعبت المحاضرة، يعني هذه محاضرة اليوم. جزاك الله كل خير يا بروفيسورة سلوى، وأحسن الله إليك، وبأمانة يعني شرحت فأوجزت فأحسنت في ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمك خيرا ويجزيك خيرا، وأن يكون هذا العمل متقبلا لوجهه، وأن يحفظ لك صحتك ومالك وأبنائك بتقديمك لهذا الخير المعطاء. آمين. يعني لا أجد وصفا إلا كما قال الشافعي: العلم مغرس كل فخر فافتخر، واحذر يفوتك فخر ذاك المغرسي، واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبسي، إلا أخو العلم الذي يعنى به في حالتيه عاريا أو مكتسي، فاجعل لك منه حظا وافرا،
واهجر له طيب الرقاد وعبسي عسى يوما وإن حضرت بمجلس كنت الرئيس وفخر ذاك المجلس. وانت الرئيسة علينا يا بروفيسورة في هذه الدورة. الله عليك، الله يحفظكم، الله المستعان، لكلكم رؤساء. الله يبارك. أنا مجرد عامل فاكتور بس. يا بروفيسورة، إذا أنت حابة، إذا حابة تشيري لطلابك إنهم يحضروا معنا الدورة ويستفيدوا أيضا، أنا الآن لسه ما خدتش حضور الغياب للدورة، لأنه شهادات على الحضور الغياب. إذا حابة إنك تشير عليهم، لأنه دورتنا محاضرتنا القادمة يوم السبت، معروف السبت أحد 3/4. إذا حابة توجه طلابك إنهم يشاركوا معنا في الدورة، أعطيك رابط قناة التليجرام وأعطيك رابط قناة اليوتيوب، يشوفوا ثلاث محاضرات اللي أخذناها ويشاركوا معنا. أهلا وسهلا والله، ونتشرف بذلك. الله يبارك فيك. وأنا بدأ أخلي بعض الزملاء من اليمن، وأهل اليمن معروفين طبعا بالخير، السباقون في الخير دائما، بدأ أخلي بعض الزملاء من اليمن يعني يساعدوك في محاولة الحصول على اعتماد من مراكز صحية في اليمن إلى آخره. ولأنه أنا زي ما قلت، أنا حابب بشدة يكون معنا اعتمادات من مراكز يمنية، من اعتماد يمني من الآخر. فالزملاء مستعدين وما عندهم أي مشكلة، وإن شاء الله بخليهم يتواصلوا معك ويكون في تنسيق تام للأمر هذا. فإذا حابة يعني أني أخليهم يتواصلوا معك. لا أكيد أكيد تواصلوا معي عادي، مش مشكلة. بالنسبة رقم التليجرام، رقم الواتس عادي، مش مشكلة. خلاص بعطيهم رقم الواتس، وبعطيهم أيضا حساب الفيس تبعك أيضا إذا حابوا برضه. بعطيهم كل هذا. يا جماعة إن شاء الله أنا حفتح المايك الآن، اللي عنده سؤال للبروفيسور سلوى يفتح المايك يسأل. اللي عنده سؤال الأخ محمد عيسى، أبو الوليد، غيرهم، أخ انتصار شتاوي، أي أحد عنده سؤال. الله يعطيك ألف عافية وجزاك ألف خير، ما شاء الله محاضرة رائعة، مشكورة جدا على وقتك وجهودك. الله يبارك، الله يبارك. شكرا لك دكتور، شكرا لك. في حد عنده سؤال؟ أبو الوليد، أبو أخو محمد عيسى. بارك الله. أنا حبيت نشكر، شكرا لك دكتورة، بارك الله فيك، جزاك الله ألف خير، مازال حسناتك إن شاء الله. إن شاء الله، الله يبارك. أبو الوليد، بارك الله فيك يا دكتور، ان شاء الله بنراجع المحاضره باذن الله، وبنسال المحاضره الجايه باذن الله. خلاص ان شاء الله فيها كم معلومات يعني. ان شاء الله، ان شاء الله. جزاك الله خير يا دكتوره، وان شاء الله في المحاضره القادمه باذن الله تعالى يكون لنا لقاء. باذن الله، باذن الله خير. احنا ان شاء الله بالمحاضره القادمه حنكمل في الاستنساخ اللي هي الموديفيكيشن او التحورات اللي تحدث على عمليه الاستنساخ. هناخذ المحاضره القادمه باذن الله. ان شاء الله، تحت امرك. وارسلي الان الملف عشان ارسله للزملاء، وحرسل لهم ايضا حساب الفيس والواتس والى اخره. تمام ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم.